حيارة. هيدي لك تحدي اليوم. الحين انت راح تأشري لي اشارات بايدك بدون ما تتكلمي. والاشارات انت راح تسويها اعرف وش اللعبة اللي تبيها من هنا، اوكي؟ واذا عرفتها صح اشتريها لك، اوكي؟ طب شوفي يلا لفي لفي ايش تبغي. خلصت؟ اذا خلصت تقولي لي، اوكي؟ يلا اذا خلصت تقولي لي. جوال مع هايدي، هاي تختار اللعبة وتعلمكم. اللعبة راح تكون بين القسم هذا او القسم الثاني، اوكي؟ انت تختارين بعدين تعلميني. بعدين اعلمك؟ اي قولي اما هذا القسم ولا القسم الثاني. راح يكون هذا القسم هذا وهذا المكان او القسم الثاني يكون جاه، اوكي؟ انت الحين متابعين تخلصي وتناديني، اوكي؟ يلا. والله ما أعرف إيش أختار، كل شيء صعب عني. يعني المشكلة ما أعرف، أنا بنفسي ما أعرف. إيش أختار؟ يا أنا إيش أختار؟ صعب جداً. هذا القسم هي جولة واحدة. إذا عرفتها اللعبة عادي، عندي 5 محاولات أعرف اللعبة لأنه في ألعاب كثير. يعني إذا أنت إذا قلدت اللعبة مظبوط، أهم شيء إنك ما تشوفين اللعبة وكذا. وإذا عرفتها راح أشتريها لك، أوكي؟ يلا. و40,000 مشترك. تخلوني متابعة أكثر كل المقاطع حلوة تكون أحسن. إيه. يلا مثلي لعبة. كأني عرفتها. كأني عرفتها. أوكي يلا الحين بشوفها. كأني عرفتها. هل هذا هو جوال؟ خطأ. هاي اصلا يعجب هذا الاشياء اللي كذا تنفتح. انا صح يعجبني هذا بس. شوفي هذا اول شيء حق وزاري. يعني مين ذا حتاخذيه؟ لا انت مو بزرع، يعني اكيد ما راح تاخذيه. قلت يعني العاب اطفال ذا. وذا كمان العاب اطفال. حتى ذا العاب اطفال بس يعني هاي دي. شوفي كيف ينفتح. يمكن هاي تحبه. يمكن. في ذا. وفي ذا هذا ريموت كأنه. أنا محتارة مع ذا. طب أنتي شو اختاري بسرعة؟ ذا. خطأ. قولي والله. والله. أوه ماي جاد. هذا قصة متأكدة. متأكدة. والله هايتي حيرتني كثير، ما عرفت الحين والله العظيم. الحين باقي محاولتين. ما في جوال وينه؟ لا تكوني انت غطيتي يعني مثلا باين يعني هذا جوال؟ هذا جوال بالله عليك. هذا ايباد؟ هذا جوال؟ اجي انت اخترتي ذا؟ لا اخترتي؟ لا ايه؟ اخ هذا هو؟ هذا هذا يمكن هذا واحتار بهذا وهذا والله العظيم ما توقعت. احسب ذا ريموت التلفزيون. شوفي ها شوفي والله ريموت ريموت كان. الحين بالله عليك اخترتي ذا جوال؟ ما يبان انت. احنا عندنا ريموت ما يبان كذا. ترى كنت بختار لك هذا اللي فوق واللي ورا عشان ما يبان. لا ما يصير كذا. لا
الحين الحمد لله ما فزتي، وراح اشتري واضيع فلوس. والله ما اشتري لك. جولة ثانية بليز. جولة؟ جولة سريعة، اوكي؟ ايه. يلا. طبعا دي جولة ثانية، جولة سريعة. هذه المرة بدي أشغلها بيبي اختار سيارة صح؟ اي والله سيارة اختار هذه طلع صوت مو طلع صوت طيب سير هم يسوون بوبي صح؟ يلا بدي خلط تختار يلا مثلي الشيء سيارة والمشكلة بحل كل سيارة يعني ميلين اكثر عشان تفوزي كبيره ولا صغيره انا اخترت هذه السياره انا ولا عشان اخترها اوكي صغيره ولا كبيره هي صغيره صغيره مره مره لا مو مره وسط اثنين يعني سيارتي ايه سيارتي هنا ما في سيارتين هذا القسم ما في سيارتين هذا لا 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 سني هي سيارة اسم سيارة شاحنة ما أدري أب أو دراجة أو كذا سيارة عادية يعني مين السيارة شلون سيارة عادية سيارة بس وشلون صح أي لازم أش يا ليت لي ما سويت هذا التحدي مع هايدي أقولها وشلون تقولي ما أدري أقول لها إيش أشياء بينت بس إن اللون وش احمر وازرق يا اخي ذا احمر وازرق اسهلك اكثر ما لا هنا هنا بس بس انا ما ابي اختي صغيره اللولو احمر وازرق احمر وازرق احمر وازرق باب لونه ازرق الباب وش لونه ازرق دي ازرق خفيف هذه صح والله كيوت هذه انا كنت هذه نفسها نفسها انت يلا